بالبوماده الصفراء اختي والحامض اولا الليمون غادي تودعي لي شي حاجه سميتها السميرات ديال سنين واعوام وتقولي لي ان شاء الله باي باي والى الابد فاختي الا كنتي كتعاني من الحبوب من الاثر ديالو من تسبغات التشققات الحروق ديال الشمس الكحوليه الزروقيه اللي كتكون خصوصا في اللي بارتي انتي وخصوصا العريسات اللي دائما كيسولوني تيقول لي راه عينا راه تقهرنا ما ما درنا شرينا كريمات غاليين شرينا كريمات رخاص ولكن حتى شي حاجه ما فاليوم اختي غنشارك معك الوصفه اللي غترجعك بالله راه عروسه من اول وجديد واخا تكوني مزوجه 30 سنه هادي واللي شافتك اختي ضروري ما تسولك على السر ديال البياض وديال النعومه والرطوبه ديال الوجه ديالك فالوجيه ديالك ان شاء الله غتخلصي من الجلد الميت من لي من البقع من الطبايع الموجودين في لوكور كامل يعني من راسك حتى لرجليك وكذلك حتى العنق لانه بزاف ديال الناس كيتشكاو من العنق فهاد فصل الصيف هذا العنق ديالنا في اللورد كيتشوط كيولي كحل 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 زحال كما كنقولوا فكان بغيهم طبيعه الحال نبيضوه فهاد الوصفه للناس راه كتعطي تبييد فوري 10 درجات الى ما فوق ونتمنى لنا الرضا ديالكم نتمنى لنا الاعجاب ديالكم اهم حاجه غزالاتي هو تشجعونا باللايك ديالكم حاولوا تشجعونا بيهم اشتركوا في القناه تفعلوا زر الجرس خلينا تعليقاتكم اقتراحاتكم استفساراتكم شنو هما الاشياء اللي تبغيو تشوفو ان شاء الله شنو الوصفات اللي تبغيو تشوفو مستقبلا وما نش الله يزعلها في ميزان حسناتكم اللايكات وتشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي مازال ما, ما مشتركين شنو كتسناو راه يوميا كنزلو لكم الجديد فعلوا زر الجرس يلاه معنا باش نتعرفوا على مقادير الوصفه طريقة تحضيرها استخدامها واستعمالها واليوم كما قلت لكم غنشارك معكم احسن وصفه عندي بالبوماده الصفراء الحبيبه والحامض والعصير الليمون في جوج المقادير البنات من ديما كنشاركهم معكم كنقول لكم بين احسن ما يكون دابا اول حاجه بعدا نشاركها معكم هي البوماده الصفراء البوماده الصفراء كتباع في الفارماسيان اولا في الصيدليه كاينين جوج الانواع كاينه هذه 3% هذه ديال الجسم خاصه بالجسم فيها 15 غرام وكاينه هذه الصغيره هذه فيها واحد في المية وفيها خمسة غرام هذه الصغيره هذه البنات كتصلح للعيون هي مصوره فيها هنا العين تمنى تكون كتبان لكم ها هي, وهذه الكبيره ديال الجسم كديرها مثلا اللي عندك ديطاش عندك كحوليه عندك زروقيه كديرها الوجه قبل ما تنعسي غير هو ما ديرهاش وتعدي الاشعه الشمس هذه مساله معروفه وجاري بها العمل بالنسبه للبومادا الصفراء لا ديال العين ولا الكبيره مزيانين بجوجهم الجسم للتبييض والتفتيح ولكن هذه كتبقى احسن اختيار رقم واحد وهذا كتاني اختيار رقم جوج المهم بجوجهم مزيانين ونتمنى البنات تجربوهم بالنسبه للبنات ما عمرهم جربوهم جربوا جربوهم مكتوبين في لي كومونتير الريزلت ولا النتيجه ديالهم والناس اللي ديجا مجربين دي هذه البوماده هذه سواء هذه الصغيره ولا الكبيره فخليو لنا التجارب ديالكم والراي ديالكم الحقيقي عليهم المهم كما قلنا جوج ديال البومادات اما صغيرة اما الكبيره بحال بحال ولكن انا طبيعه الحال غندير اللي مخصصه للجسم اللي هي الكبيره الثمن ديالهم تقريبا شي 13 درهم 12 درهم يعني الثمن كيبقى جد مناسب انا يعني البنات راه يلاه تقادت ليا الاولانيه ها هي تقادات وخديت الاخرى ومازلت حتى هي تقادات خاصني واحده اخرى ثاني مكون هو أو اولا هو الحامض ومدي ديما تنقول لكم البنات الحامض من بين احسن ما يكون في التبييض وفي علاج الكحوليه والزرقية وليطاش وفي المكان كان شي ما شاء الله عليه ما تيخليش ولا شي تبرقيعه ما تيخليهاش بالنسبه للكوتي الثانوي غادي نحتاجو ان شاء الله كميه من الماء ورد بالنسبه للماء ورد في هذا الصيف هذا اختي خصو يكون ضروري في الثلاجه باش هكذا تنعشي به ديالك وتبردي به لو ديالك فهنا غنحتاج ماء ورد ديال قلعه مكونه هذا البنات ديال زينه زوين بزاف كيعجبني آه كيبرد كيبيض كيف كيعطي لا بريونس كيعطي لمان ما شاء الله على على ريزولتا ديالو غادي نحتاجو كذلك البنات الخرقوم البلدي بالنسبه للخرقوم البلدي آه الناس اللي كتقول لي واش كتاخذيه مطحون واش كتاخذيه هذا البنات كنمشي عند العطار وكناخذ كميه ديال الخرقوم عواد آه وكيطحنوا ليا تما تما يعني كناخذوا فريش بجميع العناصر المزايا ديالو الغذائيه يعني باش هكذا حتى درتو في الشهيوه تيجيني بنين ولذيذ ولا درتو في وصفات يعطي الريزولتا ويعطي الفعاليه انا احتاج الحال حليب غبره والحليب غبره من ديما كانوا لكم جوج الانواع ديال الحليب اللي كنستخدم ديما عندكم هذا ديال نيدو ها هو حليب مجفف كامل الدسم عندكم هذا الصغيور الكيوت ما شاء الله فيه 35 غرام هذا من سنة الى ثلاثه سنوات بحال الطفل ديالو الطفله ديالي اللي هما عندهم سنه فكنعطيهم هذا الصغيور والكبار كنعطيهم هذا الكبير وفي نفس الوقت كنستخدمهم بجوجهم في الوصفات الطبيعيه وبجوجهم عندهم نفس الفعاليه ما شاء الله يعني الفعاليه ديالهم زوينه وبزاف كذلك البنات غنحتاجوا كميه ديال الارز باودر لكي الروز اللي كيكون ديجا مطحون الرز اللي كنستخدم هو النوعيه البيضاء الصغيره اللي آه، تمنها جد مناسب عند العطار وعند العشابه ورا ديما كنولي نقولها لكم كنقول لكم هذيك هي النوعيه اللي كناخد وغادي نحتاج الحمص بالنسبه للبنات اللي عندهم تجاعيد اللي غيد الهيلات السوداء يعني الوجه ديالهم رقيق رقيق ونحيف لكن كنتي فتره الولاده ولا في فتره الحمل وكنتي اختي كتعاني من من الوجه ديالك ضعيف بزاف لك فعليك اختي بالحمص راه زوين 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 بزاف البنات كنصح بيه بشده الغيزولطا ديالو كتحمق ما شاء الله عليها وكتهبل صراحه الفعاليه ديالو مزيانه فناخذ منه كميه اللي كتكون الحال كتشدها كطحنها مزيان ها هو عندي هنايا مطحون هادو هما جميع العناصر ديال هاد لاغوسيط وعلى بركه الله طبيعه الحال كيف ديما كنبداو بالروز كنبداو بالمكونات اللي هما ناشفين بحال الروز بحال الخرقوم بحال الحمص بحال الحليب غبره طبيعه الحال فبسم الله ناخذ هنايا جوج معالق ومن طبيعه الحال نتوما عندكم ميزانكم البنات على حسب الكحوليه على حسب لي طاج اللي, اللي كاينين المهم على حسب عده عوامل كيبقى لك كتبقى الكميه ديال الرز وديما كنخلط ولا كنجمع بالماء ديال الورد الغني هذا البنات ديال قلعه مكونه زوين بزاف هذا ما كيخطانيش راه كناخذ منه واحد البكيه كامله ديال الماء ورد ومازال كتقاد ليا دغيا لانني كنستهلكو بزاف كنديرو لوليداتي لبنيتاتي لوجيه ديالهم هاد الصف هذا ما شاء الله يعني كتسخن الحال لوجيه كي كتحسي به ناشف دبلان نعسان يعني حتى العينين ديالك ما كتحسيش كاع باغا غير تنعسي ما كتبغيش كاع تفيقي وتكوني بواحد العزيمه بواحد لينيرجي فعليك اختي بالمي الورد الا عندك داك البخاخ ولا داك الرشاش هكذا بقيت رشيه ديما ديريه في الثلاجه وبقيت رشيه لوجيه ديالك مره مره دابا هنا البنات دا ضفت جوج معالق ديال الرز غنزيدهم معلقه ديال الحليب غبره اولا الحليب المجفف نيدو بطبيعه الحال الكميه كتبقى اختياريه على حسب شوفي انتيا الكميه اللي بغيتي المهم انايا أه. ضفت ضفت معلقه ديال الحليب غبره دابا البنات غنضيفوا الخرقوم البلدي ولا الكركم اللي كيكون طبيعه الحال مطحون جيدا هاهي هي هنايا البنات معلقه ديال الخرقوم فهنا البنات ضفت الخرقوم ضفت آه الروز ضفت حليب غبره ضفت الماورد دابا غادي ان شاء الله كميه ديال الحمص اللي كيكون كما قلت لكم البنات مطحون ومنين مزيان ورا الحمص انا نوريكم على الشكل ديالو الحمص الناس اللي كتسولني واش المقرمل ولا العادي هذا البنات الخضر العادي اللي كنديروه في الحيطه الحمراء اللي كنديروه يعني في الكرعين في المغربيه ما شاء الله عليه كيدخل كعنصر رئيسي والزوين من فعل داتا البنات فهو اللي يحتاجيت هنايا يعني كتشدي كتطحني ولا طحني عند العطر من الاحسن علاش لانه غيعطيه لك منيل مزيان مزيان مني فالمهم ها هي معلقه ديال الحمص اللي كيكون منيل كما قلنا هانتوما فمهم هنا دفنا الحمص دفنا الحليب البرا المهم دفنا جميع المكونات وجميع العناصر دابا البنات غادي نضيفوا اخر حاجه هي عصير الحامض طبيعة الحال البنات الحامض كله منافع وكله مزايا هنا انا واحد تقريبا نص حامضه عصرتها طبيعه الحال ممكن تضيف اكثر غير عندك الحساسيه من الحامض ما تحاوليش تكثري بزاف لأنو بزاف د البنات كيسولوني تيقول لي راه حنا عندنا الحساسيه من الحامض شنو نديرو شنو الحل الحل اختي هو ما تكثريش منه بزاف الحامض اللي عندك منه الحساسيه إذا ماشي اشكال هانتوما حبيباتي واخر حاجه كنضيفوها لا غوسيت هي البوماد الصفراء بطبيعه الحال كما قلت لكم انا غادي ندير هذه ديال ديال الجسم راه كاينين جوج قدنا راه وريتهم لكم كاينه ديال الاعيون ثمن تقريبا نفس الثمن كيختلفوا بشي درهم أو لا جوج درهم اولا درهم ونص تقريبا يعني نفس الثمن ماشي فرق كبير نتوما حبيباتي مهم هنايا كناخذ هذيك طوماطس الصفراء كنجمعها مزيان مزيان مع مع جميع المقادير جميع المكونات ها انتم حبيباتي وهذه هي الوصفه ما عليكم الا تطبيقها اللوجيه العنيق لي بارتي انتما عندكم جوج ديال الاختيارات في ازاله ديالها اما تفركوها تزولكم حتى الوسخ وجلد الدجاجه وجلد الاوزه او لا آه، تغسلوها عادي هنا كيبقى عندكم عده اختيارات شوفوا الاختيار اللي مناسب لكم طبيعه الحال هو اللي غادي تقوموا به المهم جميع الاختيارات راه هي مزيانه ولكن شوفوا نتوما الاختيار الاسهل راه كيرجع لكم دابا غنشارك معكم البوماده الصفراء أه بزاف البنات يقولوا لي راه حنا شفناها فيديوهات ولا راه حنا مثلا نصحونا بها البنات الوجيه ديالنا مثلا غير بوحديتها في الليل واش بصح ورينا الطريقه أهل البنات راه مزيانه انا كنديرها في الليل قبل ما نعس الجميع لي اللي, اللي فيهم لي مثلا البنيين ولا الكحلين كما كانت النوعيه مثلا عندك شي طاش هنايا مثلا عندك شي طاش فحال هادي يعني هاد البقع هادو اللي كيكونوا مثلا ناتجين على الشمس او لا على الحريق ولا على اي حاجه ولا شي سيكاتريس ولا اي حاجه فكيبقاو هكذا ديطاش صغيورين فكتاخدي اختي هاد هاد البوماده هادي ديال الجسم ولا حتى دي ديال الاعيون بحال بحال ولكن هدي كتبقى رقم واحد لان هي مختصه للجسم مئة 100% فبحال هكذا مثلا انا خديت هاد شويه هذا وكدهنيه كل نهار قبل ما تنعسي بحال هكايا بحال انا هنا البنات كنحرقني الزيت مؤخرا وكتخليها شويه تبان كتفركيه ولكن ماشي 100% كتخليها هكدا واحد شويه تبان وصافي كل نهار كل نهار البنات غير هي ما ديرهاش وتعرضي بيها للشمس يعني ما ديرهاش الوجه كل نهار الاخر تعرضي للشمس لا غسلي وجهك ورطبيه ومسحي ما تخليش ال ال الكميه ديال هاد البوماده تقيس الوجه ديالك وانت مع آآ الشمس فهمتوا البنات نتمنى هذه النقطه تكون واضحه انه يعني ما نبغي حتى شي وحده تعرض لشي مشكل بسبابي لا حبيباتي اي حاجه راه نقولها لكم كنقول لكم ها طريقتها ماشي بهالطريقة الطريقه المغلوطه لا هالطريقة الطريقه الصحيحه باش كل شيء ان شاء الله يستخدمها وكل شيء تعطي نفس النتيجه ما نبغيوش ناس عرفوا لي هذه الطريقه ديالها يستافدوا ناس وحدين اخرين لا هذه مساله من طبيعه الحال ما نبغوهاش فكل شيء نبغيو يستافد فكما قلت لكم غزالاتي هذه هاد البوماده هادي هاد الصفره كديريها لاي بارتي فيها تسبغات فيها تيتاش في اي مشكل وكتخليها حتى كتجف اولا حتى كتنشف وصافي من بعد راه نهار الاخر كتغسليها فيها 15 غرام الثمن ديالها كما قلنا تقريبا شي 12 درهم كتبقى مزيانه البنات شحال درا كانت الثمن ديالها قل ولكن دابا يتحال مع الكثار عليها وانها ما شاء الله مبيوعه بشكل كبير بزاف يعني كتباع دغيا دغيا كثر عليها الاقبال والطلب فولات الثمن ديالها مرتفع نوعا ما اما شحال هادي كانت بتمنقل كانت تقريبا ماشي 7 دراهم 8 دراهم كانت رخيصه كان كان كنت كنعقل الا انا كناخذها بزاف هي وهادي ديال الاعيون كديرها هكدا اللوينه ديالك الا كانت مثلا حمراء فيها داك العمش اللي, اللي كيجي بحال الرماد بحال اللي كيجي الوليدات هكدا لي بيبي الصغار كنت كنديرها البنيته ديالي الوليد ديالي يعني ما شاء الله عليا كبرت بها وليداتي الصغار وحتى الكبار ما شاء الله فكنت دائما كنستخدمها وديما كنلقى عليها نفس النتيجه لا هاد الصغيره ولا هاد الكبيره خليونا تجربتكم والاراء ديالكم مع هاد البوماده الصفراء قولوا لينا واش حتى نتوما البنات جربتوها وشنو كانت النتيجه ديالكم من خلال من خلال تجربتكم البومادا الصفراء سواء ديال الاعيون ولا ديال الجسم وكذلك العصير ديال الليمون البنات اللي راه زوين زوين زوين, زوين بزاف بزاف للتفتيح والتبييض واللي باغا غوماج انا نشاركو معكم شفويا كتاخدي هاد النص حامضه بعد ما تكوني استخدمتي عصير ديالها في كتخدي معلقه سكر سنيده طبقيها في هاد النص حامضه وتبداي تفركي فيها لي اللي, اللي عندك فيهم طاشين ولا مسبغين ولا فيهم مشاكل فكتفركي هاد عصير الحامض مع سكر سنيده عليهم باش هكذا كتغومي لابو ديالك دابا غنطبق معكم الوصفه بسم الله على بركه الله بغيت نوريكم غير القوام ديالها ما شاء الله عليها البنات كتحمق وكتهبل فنبغيكم كلشي ان شاء الله يجربها وقلنا في لي كيف كيفاش جاتكم وبالصحه والراحه كما قلنا ملي كتنشف اما فركيها تخرجي بها جلد الاوز او الوسخ او الا كنتي درتي غوماج بالحامض والسكر سنيده الخشين اللون ديالو ابيض فممكن ما مت تفركيش لا بو ديالك وممكن غير تغسليهم بعد ترطبيها وبالصحه والراحه نتلاقى معكم في فيديوهات مقبلين ان شاء الله الى اللقاء حتى الفيديوهات ماجيه باذن الله تعالى